صعبة، وخاصة ما شهدته المدينة قبل أسابيع من هطول للثلوج على أحيائها المدمرة جراء قصف النظام في ظل حصار تفرضه قوات الأسد وشبيحته يمنع عن الأهالي أبسط ما يحتاجه الإنسان حتى يستطيع أن يعيش. في التقرير تفاصيل أكثر. هطل الثلج على حمص يغطي تحت بياضه دمارا وركام، وليرسم على وجوه الأطفال هناك ابتسامة وفرح في صور وصلت متأخرة من أحياء حمص المحاصرة. لأنه معايا ما شفنا هلا عم بلعب لي بالثلج أصابعي برده. ليش عم تلعب بالثلج؟ كنت عم ساوي برد الثلج بس ما لقيت شيء يكفي. طيب مالك بردان؟ وأصابعك؟ بردانين بس شوي مانن كثير. بعرف إنك عم تصور. لا تصور. لكن الطفل مصطفى ذي السنوات الإحدى عشر لم يأخذه الانشغال ببناء رجل ثلج أو اللعب مع الأطفال، فأمامه مهمة أصعب وهو جمع بعض الحطب من مخلفات الركام. ففي ذاكرته التي تعودت على التفكير بطريقة أكبر صورة عن ليل بارد قادم. كانت الإصابة قد منعت والده من السعي أمام عائلته، فبقيت دون مؤونة من الوقود والحطب. عندما يحل الليل فلأم الطفل مصطفى أن توقد بالأخشاب التي جمعها نارا تبعث في أوصال العائلة دفئا وحياة، وتعينهم على العيش حتى صباح جديد.